انت بقى ساره؟ ايوه ساره. وانت مين؟ يا الف مرحب يا ولا. خد الحاجات دي، خد دول معايا، خد يلا بنت، يلا بنت جوه، خدي دول يلا اتفضلي. في واحده هنا لازم المواجهه دي تلاقيها، مالكش بنت، خد يا بنت. يا الف مرحب، اقسم بالله احنا لو عارفين لكنا فرشنا لكم الارض كلها رمل. والله العظيم الواحد ما عارف يعمل ايه ولا ايه عشان يرحب بيكم. قد الهول يا اسطى، كتر خيرك. بسم الله ما شاء الله، شوف الفن، الخير على قدوم الوردين. والعلموك اقسم بالله احنا الادن ما بيتقطع من بيتنا ابدا، وعلى طول طهرين ما شاء الله، ربنا يزيدكم كمان وكمان. معلش يعني لا مؤاخذه، احنا جينا كده طبينا من غير احم ولا دستور، انما الخير ما يستناش ولا ايه؟ ابي حاج والله العظيم ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ ايه ده البيت بيتك يا حاج، انت تنورنا في اي وقت يا ترى لك فيه انك تيجي على طول من غير استئذان. بقول لكم ايه، المغرب غريبه، تيجي نخطفها جماعه كده عشان يحصل لنا البركه. بسم الله ما شاء الله، الله يفتح عليك يا اخي. المصليه مدلال عدم موسى متودي حق طاهر والحمد لله. المصلية يا مدلال، والله ما كان له لازمة التعب ده. اوفر قوي الجدع ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتي دلال. بالريق الحاج يا دلال، ربنا يبل ريقك من زمزم. بسم الله ما شاء الله، يا سلام على الوش اللي شايل جمال رباني ده، اما يتلف الطرحه من صنع ايديا وتكفيه شر العيون الرضيه. ربنا يكتبها لك ويكتبها لنا، قولي امين. امين. وازن قولوا امين. امين امين. تصدق يا حاج كانك عايش معاها؟ او امال ايه الموضوع ده كنا بنتكلم فيه امبارح؟ عارف دليل ده ايه؟ امنيه حياتها نفسها ومنى عينها تغطي شعرها بطرح زي ما انت شايف كده اهو. سبحان الله، الستره حلوه برضه. ما هي ده لسه محروس. ايوه تعالى يا اخويا عاوزاك. حاضر بعد اذنكم ثانيه واحده براحتكم، كأن البيت بيتكم، عايزين تقعدوا هنا تقعدوا جوه. انا استأذنك بس كلمتين انا والحاج وتحصلك على هنا على طول. يا راجل عيب يا راجل. لا اله الا الله. بيتكم بيتكم تستأذن في بيتكم. محروس ماله؟ ايوه يا مدلال. الراجل الغريب ده، سيبك من الراجل دلوقتي، بقول لك سيبك منه. وقول لي انا يعني ملاحظ يا فواز انك دايس على الاخر، ما قلتليش ايه رايك؟ يا حاج ايه في الواحد ما بيحسش بقيمة النعمة الا لما يتحرم منها. يعني ايه؟ انا دلوقتي حسيت اني زي القرع اللي بيمد البطن، ايه اللي مش حاطط ده انا وموديني لاخر الدنيا واجيب من لبنان، مع ان مفيش احلى من بنت بلدي. سبحان الله سبحان الله، البني ادم اعمى ولو كان بصير. يا اخ فواز، نفسي افهم اخرة الرصة اللي انت قلتها لي ايه؟ خير بعون الله، وكله عشانك. عشان مين يا واد انت؟ انا مش فاهم. عشانك انت، عشانك. البت زي الفل. ايوه زي الفل. مش قلت لك زي البت نقاوة؟ نقاوة المعلم. نقاوة المعلم طبعا، وتليق انها تدخل عيلة الصياد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله.
انما احنا برضو ربنا ادانا عقل. عقل ايه يا ابني؟ احنا جايين نقرا الفاتحه. ما احنا هنقراها، احنا هنقرا الفاتحه ان شاء الله، انما مع تعديل بسيط في النيه. ليه ايه؟ ليه؟ علشان ما يبقاش عندنا اتنين ابو سميح. بصراحة العبارة احنا جايين نطلب ايد الانسة دلال لابننا فواز. زغلط يا مدلال عشان ربنا ما يكتبش علينا بسميحة والامين. زغلط انت يا مدلال. الف مبروك. الف مبروك يا حاج. على ايه؟ يا لهوي عليك يا فواز، انت ايه يا ابني؟ ايه ما بتهمتش؟ ما كان لازم الحقه بدل ما يقع زي ابو سميحه. ده الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال ايه؟ ما تصلي عليه يا حياه. عليه الصلاه والسلام يا اخويا. عليه افضل الصلاه والسلام قال انت ومالك لابيك. تفتكري بقى انا هستخسر نفسي في ابويا؟ هو الواحد فينا بيخلف ليه؟ عشان لما يكبر يلاقي ولد وسند وعكاز يتسند عليه ويشيل عنه كمان. طبعا، وانت مين يغلبك في الكلام؟ يا ابني يا ابني انت لسه يا دوب مطلق، لحقت تفكر في جوازه جديده؟ نهار اسود. وعملت ايه مع ابوك؟ هو اللي طلبها لي والله يا حبيبي. انت بتضحك علي؟ لا يا اخويا ولا حاجه. حياه انا مش عايزك تجيبي سيره لحد على الموضوع ده دلوقتي، وفي السريع كده عايزين نشوف عروسه لابوكي علشان ما يبقاش نفسيته برضو فيها حاجه، وعايزك تنقي له واحده لا صغيره قوي ولا كبيره قوي، الحلو منه البين البنين، فاهمة؟ يا لهوي عليك يا فواز، انت قادر. قادر ليه؟ ما يقدر على القدرة اللي ربنا يا حياة. انت هتشيلينا ذنوب؟ لا حول ولا قوة الا بالله. احنا يا ستي غلابة وماشيين جنب الحيط. او مروح انا بقى علشان مراتاتي وحشوني. يصح برضو، بحبهم قوي يا حياة. طبعا. الهي يا رب يبارك لي فيهم ويخليهم لي يا رب. يا رب امين. المهم انت بقى يا حياة، ايوه انصحي لنفسك كده، جوزك يا بت ابتسميله، يا بت ابتسميله. خلاص بقى يا فواز. ايه اللي خلاص؟ بقول لك ابتسميله، ابتسمي لجوزك. ايوه كده زي ما بتضحكي كده ضحكتك الحلوه دي. حاضر يا اخويا. اضحكي له هتلاقيه بيديكي كل اللي انت نفسك فيه. ماشي؟ ماشي. يلا حبيبتي.